ذاكرة الأيام. الثالث من جماد الآخرة. في مثل هذا اليوم الثالث من جماد الآخرة سنة 11 هجرية استشهدت سيدة نساء العالمين الزهراء عليها السلام على الرواية التي تقول ببقائها بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة وتسعين يوما، وتسمى هذه المناسبة بالفاطمية الثالثة، وهو يوم تتجدد فيه الأحزان وتقام فيه مراسم العزاء من قبل شيعة أهل البيت في كل أنحاء العالم.